اليوم بحب أعطي نصيحة للست الحامل. قبل النية للحمل بنصحها إنها استشارة طبيبها النسائية لتحديد أي مشاكل موجودة للست، من مشاكل صحية، مشاكل وراثية بالعائلة، لمعرفة المطاعيم اللي لازم تاخدها، للفيتامينز، لفحص الفيتامينز إذا في عندها نقص فيتامينز معينة. كل هذا مهم قبل الحمل. وأهم إشي الفيتامينز اللي نحكي عنهم هم الفوليك أسيد، هو عبارة عن معدن بينعطى للحامل قبل بشهرين من نية الحمل وهي حامل أول 3 شهور. طبعا أهميته أنه بيمنع تشوهات الجهاز العصبي والجهاز القلب للطفل، فضروري كتير مراجعة طبيبك قبل الحمل مشان أي مشكلة تفادي أي مشكلة تصير بالحمل وما بعد الولادة. وشكراً.